تعالوا بقى نطمن بقى على حالة الجو اليومين دول. الحمد لله انتهت موجة الحر، الحمد لله، ابعد يا حر ابعد، وبدأنا بقى نشم كده روائح الخريف والشتاء، خاصة كمان بالليل. بالليل بقى فيه لسعة هواء، يعني بالليل الناس يعني من المرحب بيه اللي انت تاخد معاك على الأقل جاكيت، اللي بيرجعوا الساعة 11 و12 بالليل وواحدة بالليل، أي حاجة كده بكم كده البسها. بالنهار كده أنت لابس التيشيرت بتاعك النص كم، الشمس طالعة بس أنت مش حاسس بحر، لأن الرطوبة قلت. الرطوبة اللي إحنا كنا بنتعب منها في الصيف قلت، درجة الحرارة دلوقتي بقت بالنهار 29. طيب اللي يوضح لنا بقى الليلة دي كلها وقصة بقى المناخ دي كلها الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد. اهلا بحضرتك يا دكتوره منار. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. انا بتكلم صح والصيف كده خلص ولا حضرتك ليك راي تاني؟ لا، صح جدا، احنا بنشهد انخفاض في درجات الحراره. الانخفاض ده بيشمل اغلب مناطق الجمهوريه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل. بدانا نشعر بالاجواء الخريفيه بسبب تاثرنا بكتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. نعم. وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. نسب الرطوبه بالفعل قلت بسبب وجود المنخفضات الجويه ووجود نشاط رياح، فاحساسنا بنسب الرطوبه الموجود في الجو قل بشكل كبير جدا. الاجواء فترات النهار هي اجواء مائله للحراره، فترات الليل اول ساعات الليل الاجواء لطيفه تماما، الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر بدانا نشعر كمان فيها بعض البروده، لان درجات الحراره الصغرى انخفضت ووصلت ل 20 و21 درجه مئويه خلال فترات الليل. نعم. احنا الحمد لله بدانا نشعر بالاجواء الخريفيه، درجات حراره حول المعدلات، وده متوقع يستمر معانا ان شاء الله على مدار يعني ايام هذا الاسبوع لنهايات هذا الاسبوع ان شاء الله. كمان فرص الامطار بدانا نشوفها على المناطق الساحليه، وبدا تساقط الامطار على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، رغم ان هي فرص امطار ما بين الخفيفه خفيفه الى متوسطه، لكن ده بيساعدنا على الاحساس بالاجواء الخريفيه. الامطار دي غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. درجات الحراره خلال هذا الاسبوع على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 28 و 29 درجة مئوية خلال فترة الله الله، خلال فترات الليل هتكون ما بين ال 20 وال 21 درجة مئوية. الجو الجميل ده دكتورة منار بصراحة، يعني ده الجو اللي هو ما فيهوش عيا زي ما بيقولوا، يعني هو احنا بس ناخد بالنا من نوعية الملابس فترات الليل، لان احنا طبعا عندنا الطلبة هل فعلا يلبسوا بكم بالليل يا دكتورة؟ مثلا لو حد خارج الساعة 11 12 بالليل او راجع من شغله الساعة 1 بالليل يبقى معاه حاجة بكم؟ بالفعل يعني اللي بيرجعوا من اشغالهم في الساعات المتاخره من الليل او بيخرجوا في الصباح الباكر هيكون معانا جاكيت خفيف لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديه. الاطفال هنزود لهم قطعه ملابس اضافيه، لان طبعا الاطفال لو لبسوا الجاكيت وقلعوه خلال فترات النهار ده ممكن يعرضهم لتغيير درجه حراره الجسم. يعني اولادنا يا دكتوره الصبح وهم رايحين المدرسه يلبسوا حاجه بكم ولا نص كم؟ يعني هو يستحسن قطعتين اتنين ملابس، مش هيبقى فارق في كم او نص كم، لكن قطعتين اتنين يعني ملابس. يعني قصدي حضرتك فالينا كده تحت الفالينا النص كم. بالظبط بالظبط، نزود قطعه ملابس اضافيه للاطفال عشان مش هيضطروا مش هيعرفوا يقلعوها خلال فترات النهار. نعم. فده مش هيخليهم يتصابوا بنزلات البرد. طب يعني بامانه كده يا دكتوره، يعني كده عايزين برضو ايه نقول لمشاهدينا، لسعه البرد ديت الحمد لله الحر تاني مش هيرجع خلاص. هو طبعا الى يعني نهايه شهر 10 ممكن كمان بدايه شهر 11 وارد يتكرر ارتفاع درجات الحراره، لكن مش هيكون بالشكل الكبير بالشكل بتاع الصيف يعني. لا خالص ولا حاجه، الايام الماضيه يعني باي باي صيف خلاص كده. طبعا الصيف خلاص انتهى. شكرا للصيف. درجات الحراره فترات النهار هيكون طفيف، لكن فترات الليل خلاص هنبدا نشعر بالبروده فترات الليل. الامطار اللي نزلت على السواحل اللي حضرتك اتكلمت عنها ديت، هل من المحتمل تنزل على القاهره الكبرى؟ يعني على مدار الاسبوع ده كله لا، ما فيش اي فرص سقوط امطار هتمتد للقاهره الكبرى، فقط هتنحصر على المناطق الساحليه فقط. فقط يعني يا فندم. بالظبط. حضرتك كنت بتقول يا فندم من الاسبوع دوت لاخره درجه الحراره تتراوح من 28 ل 29 العظمى. ده طبعا على القاهره الكبرى، العظمى على القاهره الكبرى، المناطق الساحليه بتبقى اقل طبعا في درجات الحراره بين 27 و 26 درجه مئويه. انخفاض درجات الحراره ده بيشمل اغلب محافظات الجمهوريه، حتى محافظات جنوب الصعيد اللي كانت بتسجل الايام الماضيه 42 درجه مئويه درجات الحراره انخفضت فيها وصلت ل 35 و34 درجه مئويه، وده بالنسبه لمحافظات جنوب الصعيد درجات حراره معتدله جدا في مثل هذا الوقت من العام. يعني كده والرطوبه خلاص كده باي باي يا دكتوره.
يعني هي رطوبة بتبقى موجودة، بس بتبقى موجودة في شكل سحب متكونة بسبب وجود المنخفضات الجوية، بيبقى الرطوبة موجودة في طبقات جو أعلى فإحنا ما بنحسش بيها، فخلاص إحساسنا بوجود نسب رطوبة مرتفع خلاص انتهى نعم. بسبب وجود نشاط رياح أو وجود المنخفضات الجوية بإذن الله. دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد، شكرا جزيلا لحضرتك.